لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ومن المعينات على التهجد والمنشطات والمحفزات والميسرات مسألة في غاية الخطورة والأهمية، ألا وهي الحرص على أكل الحلال. من الأمور المهمة التي تعين على القيام ويغفل عنها أكثر الناس الحرص على أكل الحلال، فإن نوعية الطعام الذي يدخله المرء في جوفه له من حيث القسوة أو الرقة، بل ولها تأثير على جوارحه من حيث النشاط للطاعات أو النفرة والإعراض عنها. وهذا المعنى مستنبط من قول الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى هذا المعنى وإلى الربط بين الحرص على أكل الحلال والتوفيق لفعل الصالحات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، بعدها مباشرة واعملوا صالحا. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ولا أزال أذكر تلك القصة الواقعية التي حدثت لبعض الناس حين كان بالقرب من المسجد ومع ذلك لا يصلي ولا يحافظ على صلاته، فلما سأله بعضهم عن السبب فأجاب: قد منعني من دخول بيته. هو أجاب بهذه العبارة وهذه الطريقة، في الحقيقة هو سبحانه وتعالى ما قدر عليك الذي قدره إلا بسبب كسبك. فإذا نظرنا إلى حال هذا الرجل وجدناه من آكل الربا، وهذا الذي قاله ليس بمبرر وليس بعذر، فهو مأمور بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يأخذ بأسباب دخول المسجد والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. للحرام ربما كان سببا في حرمان العبد من الطاعة، وربما سببا في كان سببا في الطبع على القلب والختم عليه والعياذ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كما في صحيح الجامع. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كأن هذا الجسد الذي ينبت ويتغذى على الحرام وبالحرام يصرف عن أعمال أهل الجنة ولا يوفق لفعل الصالحات والخيرات، فيكون مصيره والعياذ بالله أن يكون من أهل النار. بل وأكل الحرام من أسباب رد الدعاء وعدم إجابته، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، من الدعوات المستجابات دعوة المسافر: أشعث أغبر، أشعث أغبر. وهذا التضعف وهذا الحال أيضا ربما يستثمره الإنسان في إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، يمد يديه يا رب يا رب، وهذا أيضا توسل من أسباب إجابة الدعاء. ولكن ما السبب في كون الدعاء لم يقبل؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له مع وجود هذا المانع؟ فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد أوصانا الكرام بالحرص على أكل الحلال واجتناب المطعم الحرام. قال عمر الطرسوسي: ذهبت أنا ويحيى الجلاء إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فسألته، فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله. فسألته فقلت، يسأله: رحمك الله يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ رحمك الله يا أبا عبد الله، وانظر للأدب، بما تلين القلوب. فنظر إلى أصحابه ثم أطرق رأسه ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل الحلال.
قال فمررت إلى أبي نصر اللي هو بشر بن الحارث الحافي المعروف بالزهد والعبادة، فقلت يا أبا نصر بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلت له إني جئتك من عند أبي عبد الله. فقال إيش قال لك أبو عبد الله؟ قال بأكل الحلال. فقال بشر جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب ابن أبي الحسن رحمه الله، فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل. فاحمرت وجنتاه من الفرح وقال إيش قال أبو عبد الله؟ كيف كانوا يوقرون أهل العلم؟ فقلت قال بأكل الحلال. فقال جاءك بالجوهر. الأصل كما قال، لأن أكل الحلال يطوع الجوارح وييسر حركة وطاعة الجوارح لله سبحانه وتعالى، أما أكل الحرام فيقسي القلب والعياذ بالله ويعصي الجوارح عن الطاعة. قال سهل ابن عبد الله التستري: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. في الحقيقة نعم، لأن أكل الحلال في ذاته طاعة لله. من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم بالليل وتصوم بالنهار. أطب مطعمك، يعني إن كان الإنسان يأكل من الحلال الطيب فهذه في ذاتها عبودية، وإن لم يأتي بشيء من صيام النفل أو قيام الليل فهذا من النوافل، لأنك تعجب من الانفصام النكد في حال بعض الناس، تجده يغلق محلة ويبادر ويهرول إلى إدراك تكبيرة الانحراف في المسجد، وهذا بلا شك أمر حسن طيب، لكنه بعد أن يخرج من الصلاة يطلب منه بيع شيء محرم كالسجائر مثلا فتجده يبادر إلى بيعها. أين نهي الصلاة لك عن الحرام؟ لذلك المهم أن ينتهي الإنسان عن الحرام وأن يفعل ما أوجب الله عز وجل عليه، فهذا في حد ذاته من أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. وأما النفل فإن استطاعه فعله وإن لم يجئه. قال الفضيل رحمه الله: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال. فقال ابنه علي: يا أبتي إن الحلال عزيز. فقال: يا بني وإن قليله عند الله كثير. يعني لابد أن يجاهد الإنسان في تحري الحلال ولا يستسهل كما يفعل بعض الناس، يقول لك ماذا أفعل ولا أجد إلا هذا العمل الذي يعمله، يعني وهو عمل محرم مثلا ودخله من حرام. ليس علينا أن نبحث نحن لك أو نوجد لك البديل، بل عليك أن تتقي الله فتترك الحرام، فالله عز وجل ييسر لك الحلال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فقد ذكر التقوى وثنى أو ذكر بعدها المخرج، وأما أنت فتطلب المخرج قبل أن تتقي الله عز وجل، فأنى يكون ذلك؟ وفي الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال وهب بن منبه: إذ أزهد الناس في الدنيا وإن كان مكبا عليها حرصا من لم يرضى منها إلا بالكسب الحلال الطيب. إذن من أعظم تعريف الزهد ترك الحرام، أن يترك الإنسان الحرام. وإن أرغب الناس فيها وإن كان معرضا عنها من لم يبالي ما كان كسبه فيها حلالا أو حراما. كان يحيى بن معين رحمه الله يقول: المال يذهب حله وحرامه طرا، وتبقى في غد آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي، ويكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي صلى الله عليه وسلم لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. كان بعض الصالحين يقول: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها، وكن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. أيضا من الوسائل، وبها أختم، التواصي فيما بيننا بقيام الليل.
التواصي فيما بيننا بقيام الليل. وهذه كانت خصلة لأسلافنا رحمهم الله تعالى، يوصي بعضهم بعضا بالقيام والتهجد وينصح بعضهم بعضا به. عن أبي غالب قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل علينا بمكة وكان يتهجد من الليل، فقال لي ذات ليلة قبل الصبح: يا أبا غالب، ألا تقوم تصلي ولو تقرأ بثلث القرآن؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن، قد دنا الصبح، فكيف أقرأ بثلث القرآن؟ فقال: إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كما في الزهد للإمام أحمد. وعن المعلى ابن زياد قال: كان هرم ابن حيان رحمه الله يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف ينام طالبها، وعجبت من النار كيف ينام هاربها. ثم يقرأ: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، ويقرأ والعصر، ويقرأ ألهاكم التكاثر، ثم يرجع إلى بيته. وعن معاوية بن قرة رحمه الله أن أباه رضي الله عنه قال، أو كان يقول لأبنائه إذا صلوا العشاء: يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. يعني ينهى الإنسان عن السهر والسمر إذا كان سيضيع عليه حظه من الليل. وكان أبو إسحاق السبيعي رحمه الله يقول: يا معشر الشباب، جدوا واجتهدوا وبادروا قوتكم واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزوا، فإنه قلما مرت علي ليلة إلا قرأت فيها بألف آية. وصية عظيمة مباركة. يا معشر الشباب، جدوا واجتهدوا، بادروا قوتكم، يعني وأنت في قوتك وأنت في أوج قوتك استغل هذه القوة قبل أن تصاب بالأمراض أو يضعف الإنسان بكبر وشيخوخة ونحو ذلك. اغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزوا. ثم يخبر عن نفسه من باب التحدث بنعمة الله أنه قلما مرت عليه ليلة إلا يقرأ فيها بألف آية، وقد تقدم هذا الخبر وأمثاله. قال عبد الله بن عون: أحب لكم معشر إخواني ثلاثة: هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار، ولزوم الجماعة، والكف عن أعراض المسلمين، والكف عن أعراض المسلمين. وكان عبد الواحد ابن زيد رحمه الله يقول لأهله في كل ليلة: يا أهل الدار انتبهوا، فما هذه دار نوم عن قريب يأكلكم الدود. يا أهل الدار انتبهوا، فما هذه، أي الدنيا، دار نوم عن قريب يأكلكم الدود. وعن عبد الرحمن بن زيد قال: كنا في غزاة وكان عطاء الخرساني رحمه الله يحيي الليل صلاة، فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه أقبل علينا ونحن في فسطاطنا فنادى: قوموا فتوضأوا وصلوا صيام هذا النهار وقيام هذا الليل، وصلوا صيام هذا النهار بقيام هذا الليل. فهو أيسر من مقطعات الحديد الصديد، الوحى الوحى، النجاء النجاء. ثم يقبل على صلاته. انظر للنصيحة: صيام النهار وقيام الليل أيسر من مقطعات الحديد، أي في النار، وشراب الصديد. وكان محمد بن يوسف رحمه الله يقول أو يخبر: كان سفيان الثوري رحمه الله يقيمنا في الليل ويقول: قوموا يا شباب، صلوا ما دمتم شبابا، إذا لم تصلوا اليوم فمتى. وأما امرأة حبيب العجمي عليهما رحمة الله، الأم الصالحة عمرة، فقد قامت ذات ليلة تصلي من الليل وزوجها نائم، فلما دنا السحر ولم يزل نائما أيقظته وقالت: قم يا سيدي، فقال الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد صارت قدامنا ونحن قد بقينا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.